بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه وسلم. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر التاسع، لا تقدر على الوقوف في الصلاة، وأجريت لها عملية قيصرية، نصحها الطبيب بتجنب الوقوف كثيرا، فكيف تصلي رحمك الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح يسير، من استطاع أن يصلي واقفا فليفعل، فإن لم يستطع فليصلي بإذن الله تبقى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولذلك إذا نصح الطبيب أنها لا تستطيع الوقوف فلتصلي إن شاء الله جالسة بإذن الله تبقى، لا شيء عليها إن شاء الله. إذن الحاصل في القضية كلها أنها تستفتي نفسها، إذا كانت تستطيع الصلاة واقفة، لأن الوقوف لتكبيرة الإحرام ولقراءة الفاتحة من فرائض الصلاة وأركانها، لا تصح إلا بها للقادر على ذلك. فإن لم تكن قادرة على الوقوف فلتجلس، وإن لم تكن قادرة حتى على الجلوس فلتصلي إن شاء الله تبارك وتعالى على جنب مضطجعة. إذن المسألة مسألة قدرة. أسأل الله أن يشافيك ويعافيك يا رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد.